أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم سالت أحوال جوية حارة نسبيا في عموم مناطق المملكة. يتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا وبشكل قليل لتعود وتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام خلال عطلة نهاية الأسبوع. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء صافية مع طقس مائل للبرودة خاصة خلال ساعات الليل المتأخر. المقاسة 19 المحسوسة 19 أيضا، الرطوبة حوالي 66% والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة نبدأ بالمنطقة الشمالية. إربد 30-18، عجلون طقس صافي 28-17، جرش 31-19 والمفرق 31-18 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى الزرقاء 31-20 درجة مئوية مع طقس صافي، البلقاء 29-19، عمان 29-18، مأدبة 30-18 والبحر الميت 36-27 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك طقس صافي 29-18، نفس الحرارة تقريبا في الطفيلة مع طقس صافي أيضا. الشوبك 26-17، العقبة طقس حار 41-28 درجة مئوية، أما معان 31-21 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق 35-20، الصفاوي 35-18، ورويشة 38-20 درجة مئوية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.